السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ هلأ ابني عدنان نايم، واليوم كان عنا ضيوف وتعبان ميكن وراح نام بغرفتي، وهلأ أنا رأي أتصل في مارد السطل اللي هو أبو كرمه ابن عمته حتى يرد اعتباره على قد ما سوى فيه هذيك المرة، ليشوف أبو كرمه إن شاء الله يكون موجود يا رب. أبو كرمه شلونك؟ والله عراسي يا ابو كرمو، وين انت خالي؟ والله انا هلا طالع من البيت يا اخو، بدنا شوي دوار رايح اجيب ونودي احمد ويخال. خالي تعال عندي ضروري. لعيونك سايبك خير يا اخو، شغلت لي بالي. لك لا يشغل لك بال، راحوا عمتون ضيوفي، اولاد عمي راحوا من عندي، وعدنان نايم بغرفتي لحاله. اذا بدك تفش قهرك فيه تعال، انا عم بستناك. لعيونك خالي دقيقتين وبكون عندك. طيب يلا رايح اطالع على جهاز الكاميرا وعم بستناك. يلا سلام. لك يا هاي عايدك من هارين بتساعدني هيك وتشغل لي اغراضي يا ابو ما تغلط عليك ما تاخذ ايش لا تغلط لك ايش لا تغلط ايش لا تغلط خالي جبنا له شاط له هلا غلط ابو كرمو يلا خالي يلا روح عدود لك لا ولو لا مش لا تخليني تخليني ابرك فوق يلا روح لط 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 ابو كريم ايش قادر شلوني معاك ما يعد روح راح شلوني معاك لط 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 خالي ابو اسرع ما بتطلع صباح وحدي بيت؟
جيب لي بقى طارق الموديل بابا هسه لا 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 ام كلبه الله لا ام كلبه وقف بربك ولا زنخة بحياة الله لا عمل فيني اللي بدك اياه والله شوارب بلا شوارب معناتها بعتذر من اخذني دخل ابو سعد بوس بوس على كل بوس بس لا 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 شوف اتقبل يديك حبا مريسة لا 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 استنى بس اخسر رجع لك طب لبط حيز برجل هاك خلاص بشرب تعفن خلاص ما راح ابو نجيب يا اخي مثل خاكي لو لا طلع طلع فيديو انت تعيط حبيبي يا حبيبي خلاص يا ابو ما مزح ما مزح اسمع اسمع انت يا سلام هات اصمعي هات حمودات لا لا افكار مو عايزين قوي اسمع اعطيك اصمعي اعطيك اصمعي اعطيك يا سلام بروح له بروح بروح ما عاد يبني اعطيني شي شعر ما في ديما اعطيني كاس يا حمود لا زبدك اضيف فوق شوية لودانين ما عندي مشكلة لا احكي جيب لي شوية ماي حمود بروح له حيس حاش حيس بروح حاش حيس حاش حيس لا 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 بلاش شعبو ما شعبو حط شعبو ولا تحطو دانين بروح معيش بروح حال محط بتنين ايه فاك مبسي لحمومك عليها محمود لا 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 يا زلمي خلاص افكرمو تعال حط شعبو خليك هون نص ساعة تانية جرب أخلاق خليك حمام انت مالك اسمع 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 يا خالي يا خالي هلا انت فشيت أخرك أكيد والله شوف بس لسه هيك يعني لسه بدور طلع 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 على شويه انا مصطفى انت انا بدي اقعد 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 طلع ورونا يا بيكم هيك خو انت في حالك لحالك فيك بس هيك لا 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 ريتو ألف 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 نعيمة نقمة الله معليك هذا الحمام ما بتستهل تسمي لك يا حمام البيض وعبير حمام العرس إن شاء الله ماجي ترقب مقلب خطير هاي وشعرك بدي يطيره ماشي يا بس قبل هاي أنا رحمتك بالبيض قلت حرام جاي زلمة تزنخو قبل هاي وشعري ننساي مقلب بخالي غالي أنا بشغلي معك أنا هلا لا لا حرام تو الله فيني يا شباب أنا زلمة ختيار ما بتحمل ما بتحمل عم ترتفع معي وما إيش أكثر شي بحب أبوه بحب ابنه السيارة يا عين عليك واحدة من التنتين بنسعي لها مقلب فيهم يا بنخطف لها الحجة يا ما بنخرب لها السيارة صار نعمان الله في مقلب انا ببالي عم بخطف بنساوي مالنا مستعجلين اصدقائنا وصلنا النادي بدي ازعجل الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك فعل علامة الجرس وعبال مقالب اللي بعدها ان شاء الله بس بتكون بخالي وبعد دور واحلى شباب سلام بتعرفوا العدنان شهابي؟
اي بعرفه. لك ما شفتش هاد بيقولوا اشتركوا بالقناة؟ ايه وين المشكلة؟ لك تم بيقولوا ما حدا مشترك بالقناة.